أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من تحت الضوء نناقش فيها قضيتين رئيستين. الأولى قضية الدستور الذي كتبه المحتل الأمريكي المليء بالألغام والمطبات والذي يثير الضغائن والأحقاد بين أبناء الشعب العراقي الواحد ويؤسس للطائفية، وقد جاء مؤخرا في اعتراف لرئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بأن هذا الدستور صاغه الاحتلال الأمريكي بطريقة غير احترافية بشكل عاجل، ما يظهر حجم الإملاءات الكبيرة من قبل الاحتلال على العملية السياسية في العراق. أما القضية الثانية مشاهدينا الكرام هي الضجة التي أعلنتها هيئة النزاهة الحالية في العراق في أوساط العراقيين بإعلانها صدور حكم بالحبس لوزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب وثلاثة من المسؤولين بتهم فساد مالي وارتكابهم مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحدى الشركات العربية لتأهيل وصيانة محطة الدورة الحرارية، والذي أثار ضجة وسخطا وسخرية بين أوساط الشعب العراقي هو أن عقوبة الحبس جاءت بسيطة مخففة مع وقف التنفيذ في الوقت الذي تصدر فيه عقوبات مشددة وأحكام بالإعدام بحق أبرياء يفتقرون إلى محاكمات عادلة. كما أن ما أثار سخرية العراقيين أيضا أن أحد النواب في البرلمان اعترف صراحة أمام شاشات التلفاز بالفساد وتلقي الرشا بقولته الشهيرة: كلنا فاسدون، هو وجميع الطبقة السياسية. أصبح الآن هذا الشخص عضوا في اللجنة المالية النيابية الجديدة، كما أن نائبا آخر له سجل جنائي حافل بالسرقات أصبح الآن عضوا في لجنة النزاهة، في حين وصف بعض الناشطين العراقيين ما يجري أنه مكافآت تشجيعية للفاسدين في الحكومة. لذلك مشاهدينا الكرام سنضع تحت الضوء هاتين القضيتين، وسيكون ضيوفي في هذه الحلقة كل من في الأستوديو الأستاذ شاخو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، مرحبا، وأيضا سيكون عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا. وعبر الهاتف نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي. مرحبا بك أستاذ ضياء. إذن أهلا وسهلا نقيب المحامين السابق. أهلا بك أستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين السابق، شكرا لوجودك معنا. إذن نشاهد بداية المشاهدين الكرام هذا التقرير الذي أعده الزميل قاسم جاسم، ثم نبدأ بالحوار، أرجو أن تبقوا معنا. العراق دولة مستقلة ذات سيادة. مليء بالألغام والمطبات يثير الضغائن والأحقاد بين أبناء الشعب الواحد ويؤسس للطائفية، هكذا وصف الدستور العراقي الجديد الذي وضعه الاحتلال الأمريكي حين كلف نوح فلدمان التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بكتابة المسودة الأخيرة له بإشراف سيئي الصيت بول بريمر وزلماي خليل زادة. كتب الدستور بشكل عاجل وبصياغة ركيكة وغير قانونية وبثلاث نسخ تختلف في بنودها، وعلى الرغم من الرفض الشعبي الواسع لهذا الدستور فقد مرر التصويت عليه بالتزوير والخداع. وقبل يوم واحد من التصويت ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز: غدا سيذهب العراقيون للتصويت على دستور لم يقرؤوه ولم يكتبوه ولم يساهموا في مناقشة بنوده ولا يعرفون شيئا عن محتواه. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أقر بأن الاحتلال الأمريكي للعراق هو من صاغ الدستور الحالي، مما يظهر حجم الإملاءات الكبيرة من الاحتلال على العملية السياسية في العراق، مؤكداً أن السفير الأمريكي الأسبق في العراق زلماي خليل زادة فرض على الأحزاب السياسية كتابة دستور بطريقة غير احترافية وعلى عجل، وأضيفت له عدد من الفقرات بعد إقراره. الحكومات المتعاقبة تولت تنفيذ الدستور الحالي الذي يؤسس للمحاصصة الطائفية ويعمق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، مما ينذر بعواقب وخيمة تستدعي وبإلحاح إسقاط نظام المحاصصة الطائفية برمته وإعادة كتابة الدستور العراقي في ظل حكومة وطنية.
إذن أبدأ معك أستاذ شهوة القرداغي الباحث في الشأن العراقي فيما يخص كواليس كتابة الدستور. لوس أنجلوس تايمز عندما في قبل التصويت على الدستور بيوم قالت سيذهب العراقيون للتصويت على دستور لم يقرأوه ولم يكتبوه ولا يعرفوا محتوى. ترى ما هي كواليس كتابة الدستور في ذلك الحين؟ تحياتي لكم مجددا وللضيوف الكرام والمشاهدين جميعا. حقا إذا عدنا لكواليس كتابة الدستور العراقي وخاصة الظروف التي مرت بكتابة الدستور وخاصة الصراعات والأزمات السياسية التي كانت موجودة، كانت ظروف غير مناسبة أولا، هذا أولا. ثانيا كانت أيضا الظروف الأمنية غير مناسبة. ثالثا كانت هناك شعور لدى كل مكون أو كل طائفة بأنه يجب أن يحمي نفسه، يعني لم يتشكل بعد 2003 الشعور بأن هناك دولة وطنية ويجب أن نؤسس لدستور جديد يكون دستورا للجميع. لا، بالعكس، كل طرف كان يهتم بأن يجعل مطالبه داخل هذا الدستور، ولذلك رأينا أنه في الحالات الخلافية كل طرف يتمسك بالمواد التي يوافق مع مصالحه والتي هو فرض في وضعها داخل هذا الدستور. إذا عدنا إلى الوراء وتذكرنا، كان هناك مجموعة من المشاركين أولا، يعني اللجنة المشكلة 55 شخص، جزء منهم بالمدعومين من المرجع السيستاني والجزء الآخر التحالف الكردستاني ومجموعة آيات علاوي وأيضا باقي المكونات. كان هناك معارضة للطرف السني، وعلى الرغم من هذا المعارضة لم يصدر مواقف مطمئنة للجانب السني بأن يكون هناك طمأنة بأن الدستور سوف يكون للشعب جميعا، بل كان هناك إصرار من قبل الأطراف السياسية بأن هذا الدستور كل طرف يريد أن يستخدم أو أن يحشر فيه المواد الذي يطابق رؤيته للعراق المستقبلي. وإلا يعني جميعا ندرك أن الدستور هي وثيقة مهمة، يعني الدول كيف تقيم أداء وقوة الدولة باحترام دستورها، ولكن للأسف الدستور العراقي منذ اليوم الأول لم يكن محترما بسبب كواليس صياغته وأيضا عدم احترامه من قبل الأطراف السياسية التي هي قامت بصياغته. وبالتالي للأسف ظروف كتابة الدستور والاستعجال فيه وأيضا التصويت عليه، وأنا يعني أتذكر كان هناك حينها وعود من السياسيين بأنه في حال تصويت عليه من قبل الشعب العراقي سيفتح صفحة جديدة وسيكون وثيقة لعراق ديمقراطي مشرق، يعني هذه التصريحات صدرت لتخدير المواطنين للمشاركة في هذا الدستور الذي لم يقرأوه، ولكنهم ظنوا أن هذه الوثيقة قد تشكل العراق المستقبلي الذي تعهد جورج بوش وتعهد توني بلير ببنائه للعراقيين، ولكن كان العكس تماما، كانت وثيقة لا أحد يحترمها، يعني مجرد حبر على ورق ولا أحد يقدر هذه الوثيقة. إذن هذا الدستور يعني بالعرف الدولي هو غير معترف به لأنه وثيقة ينبغي أن تحترم. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق. أستاذ ضياء مرحبا بك مرة أخرى. ترى يعني كيف يمكن أن يقر دستور لا يعرفه الشعب ولا يعرف محتواه أيضا، يعني ما بالعرف الدولي هل هذا الأمر يعطي مشروعية وقانونية لهذا الدستور؟ أستاذ ضياء، إذن سوف نقوم بالاتصال مرة أخرى بالأستاذ ضياء السعدي، يبدو أنه انقطع الاتصال به. أتحول بالسؤال إليك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حامد، ما مدى مشروعية هذا الدستور؟ كيف يمكن لدستور أن يحكم دولة والشعب لا يعرف محتواه، لم يكتبه، لم يقرأه؟ يعني مشروعية الاحتلال الأمريكي هل تندرج أو تتوالى معه أيضا عدم مشروعية الدستور الذي جاء في ظل هذا الاحتلال؟ في البداية شكرا جزيلا دكتور سمير على الاستضافة، تحياتي لضيفيك الكريمين ولجمهوركم المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. الحقيقة هو يقال مثل ما يقال، وهذا تأكيد، يعني ما بني على باطل فهو باطل. كل ما جاء الحقيقة منذ مؤتمر لندن وليس منذ الغزو، يعني في 9 نيسان 2003
هو تقسيم الثروات والمغانم على أعتقد كانت يعني مكونين أساسيين اللي هم الشيعة والكرد، لأن كان هناك استبعاد أو عزوف من قبل السنة المكون السني، وبعدين اندمجوا بالعملية السياسية فيما بعد. إذن في ظل أي احتلال يعني بالقوانين الدولية وبالأعراف وبالأعراف حتى الاجتماعية لا يمكن صياغة الدستور يصوت عليها من قبل الشعب تحت هيمنة البنادق والدبابات والمدافع الاحتلال. فلذلك يعني هذا هو اللي يؤكد أنه ما بني على باطل فهو باطل. الاحتلال لم يأتي لتحرير العراق، جاء الاحتلال العراق لغزو يعني ولتدمير العراق أيضا، هذا شفناه بعد مرور 19 سنة تقريبا الآن. فلذلك الدستور صياغته وكتابته لم تكن على يادي عراقية أولا، كان هناك عملية طبخة في مطابخ الدول الاحتلال وخصوصا دولتين وإشراك إيران فيما بعد من خلال يعني أحزابها الولائية وميليشياتها ويعني عملائها بشكل واضح نقولها. فلذلك اللي ساهم بكتابة الدستور هم أمريكا وبريطانيا، ولذلك حتى في مقدمة تقريركم كانت هذه العملية واضحة، طبخ طبخا، في حين الدستور الأمريكي مثل ما نعرف تاريخيا استغرق تقريبا البت به حوالي 13 سنة. ودساتير العالم بهذا الشكل ويتم تعديلها بين فينة وأخرى، يدخل إلى بعض البنود إلى مجلس نواب أو برلمان لتعديل وإضافة بعض البنود المهمة التي تتلائم مع تطورات المجتمع والوضع السياسي الاجتماعي الاقتصادي لأي مجتمع في العالم، في حين الدستور العراقي أساسا هو يعني مليء بالألغام. وأنا أجيب لك مواد كثيرة هو تم التلاعب به أساسا، هناك نسخة أصلية تتضمن 139 مادة في الدستور في النسخة الأصلية، لكنه حسب المقرر أيضا يعني مقرر أنا أعرف صديق عزيز اللي هو الأستاذ ضياء الشكرتشي، يعني كان مقرر بالبداية واعترض على طريقة إدارة العمل في لجنة صياغة الدستور، ومن ثم بعدين كشفت أن هناك رشاوة وهناك شراء ذمم ودفع فلوس حتى تضاف بعض المواد ويتم التلاعب بالدستور. أضيفت المادة 140 اللي يسموها يعني المناطق المتنازع عليها لتلبية رغبات الإقطاعيات السياسية في شمال العراق. وطبعا أيضا الشيعة أرادوا أيضا بعض المواد أن تضاف الديباجة وغيرها لفرض هيمنة سياسية طائفية عرقية شوفينية، في حين الدستور يفترض أن يمثل كل أبناء الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو بغض النظر عن المكونات، لا هناك مكونات ولا هناك استجابة، لأنه كل هذه عملية سياسية مؤقتة، في حين الدستور يكون هو وثيقة، هو ركن أساس للدولة للنظام السياسي الذي يبنى بطريقة سليمة، في حين هو لا بناء النظام السياسي بطريقة سليمة بالتأكيد، ولا الدستور أيضا تم صياغة والتصويت عليها من قبل الشعب بطريقة سليمة مقبولة. وأنا أقولها بصريح العبارة وبالفم، المرجعية الشيعية لعبت دور سلبي جدا في الإسراع بعملية البت والتصويت والاستفتاء على الدستور، لأنه هم كان هناك ما يسمون منازعات بين سلطة بريمر السلطة المدنية لإدارة العراق بعد الاحتلال يعني بعد الغزو وسلطة المرجعية الشيعية. هذه قضية الحقيقة خطيرة كانت، لذلك هم شاءوا أن يسرعوا الخطى بصياغة والبت بالدستور، وهذا الدستور طلع مثل ما شفنا احنا الان في مواد كثيره الحقيقه، اضافه 4-5 مواد على ال 140 وغيرها، واكو هناك ايضا حتى بالمصطلحات المشكله، مصطلح المناطق المتنازع عليها اصلا لغويا هي ما مقبوله، لانه في داخل العراق لا يعتبر المناطق المختلف عليها، مختلف عليها رسمها حدود المحافظات هذه ليست متنازع عليها، لان المنازعات تحدث بين الدول وليس بين المحافظات. هذه واحدة منهن، واحدة من الألغام يعني، ونأتي إلى ألغام كثيرة الحقيقة. نعم دكتور، اسمح لي فقط أن أنتقل وأرحب مرة أخرى بالأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق. أستاذ ضياء مرحبا بك مرة أخرى. أهلا بك. أهلا بك أستاذ ضياء. لماذا جاء الدستور الذي كتبه الاحتلال الأمريكي فيه مفردات المتنازع عليها، فيه مفردات الانفصال، فيه مفردات يعني وكأنما توحي إلى أن العراق ليس كتلة واحدة، ليس كل موحد، وإنما هو
مجموعة مناطق متنازع عليها، مجموعة مناطق يعني منفصلة منعزلة وليست شعبا واحدا. هو بالتأكيد هذه أحد المثالب الباردة في دستور 2005 التي تم وضعها والعراق تحت الاحتلال العسكري المباشر، ورتبت هذه الأجواء سياسة الكثير يعني من النواقص والمثالب، ومنها أن العراق هو وطن واحد لجميع العراقيين، واستخدام يعني مصطلح أو عبارة أراضي متنازع عليها كأننا يعني نبتعد كثيرا عن وحدة أراضي العراقية التي يعيش عليها شعب العراق. لكن أيضا بالمقابل هنالك توجه يعني كبير بين صفوف الشعب يعني العراقي باتجاه وظهور يعني تغيير دستور 2005 ووضع دستور جديد للعراق، يعني اخذا بالاعتبار من ان اكثر من 57 قرار صادر من المحكمه الاتحاديه العليا ما بين تعديل وتفسير لنصوص دستور 2005. هناك عدد كبير من المواد قد نصت على ضرورة إصدار قوانين لتنظيم يعني الحالات الواردة في نصوص الدستور. لم يتم تعديل أو بالأحرى لم يتم إصدار هذه القوانين إلا بحدود على ما أتذكر 6 أو 7 قانون، هذا ما يعكس الصورة لوجود الاختلاف والتعارضات ما بين يعني في نص هذه المادة التي تشكل استحالة تنظيم يعني قانون لتنظيم المادة الدستورية. نعم. يضاف إلى كثير من الأمور، يعني هذا نحن إذا ما نسعى إلى وضع دستور جديد للعراق يجب أن يحدد يعني مدة معينة لإصدار مثل هذه القوانين، وهذا أيضا يتطلب يعني عرض على الشعب إلى الاستفتاء. أيضا يعني هناك توسع في إعطاء يعني مسؤوليات يعني عالية ورفيعة سواء كان على المستوى التشريعي أو المناصب الحكومية عند تعدد الجنسيات، بينما يفترض أن تكون هنالك جنسية عراقية واحدة لمن يقلد يعني مواقع السلطة التشريعية أو بعض المناصب الحكومية. أيضا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار في وضع دستور جديد والمعطيات والمخرجات الناتجة عن التطبيق العملي لدستور 2005 على صعيد الواقع، وأرى من الضروري جدا أن أشير إلى ملاحظات السيد رئيس مجلس القضاء في رسالته الأخيرة التي توجه بها إلى مجلس النواب بشأن ضرورة الاستعجال بتعديل بعض مواد الدستور لأنها تشكل يعني حائلا أو عقبات دون يعني بناء يعني الحكومة أو تسمية رئيس الجمهورية التي نعيشها يعني الآن في الوقت الحاضر. طيب.
طيب استاذ ضياء، لماذا شكل الدستور او كتب ايضا يعني استاذ ضياء في هذه النقطة التي ذكرتها؟ لأوجر عديدا من التفسيرات، نعم، كأنما يعني وضعت لهذه الأغراض، يعني لابد من وضوح يعني آليات التي يعتمد عليها الدستور الذي يستهدف حالة معينة لأغراض التطبيق، وهذا مما فسح الباب واسعا أمام تأويلات وتفسيرات متناقضة تتأثر بها وحدة العراق أرضا وشعبا يعني وسيادة. لابد أيضا من الاستفادة إلى أبعد الحدود، ما زال الدستور تم وضعه والاحتلال تحت الاحتلال العسكري المباشر وما ألقى من ظلال وآثار خطرة على معنى وصياغة وآليات الدستور، والاستفادة بالتجارب الدستورية الأخرى بما يلائم العراق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. وهناك مجتمعات والشعوب ظلت تنتظر يعني عقود عديدة من الزمن من أجل أن تصيغ دستورا يعني يليق بأوضاعها ويقدم حلولا جذريا لأزماتها ومشاكلها. شكرا جزيلا أستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق، كنت معنا عبر الهاتف، وشكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. بالعودة لك أستاذ شاهو القرداغي، لو تحدثنا عن المزاجية في كتابة الدستور في ظل الظروف الأمنية المحيطة بذلك، ولماذا دائما ما يوحي الدستور أن كل طرف يريد أن يمشي أو يطبق أو ينفذ الدستور وبنوده وفق مصالحه وليس التعامل مع العراق ككيان واحد؟ طبعا التجسيد العملي لهذه النقطة هو أن دائما الخلافات السياسية بين الأطراف الشيعية والكردية كل طرف يتمسك بالدستور. يعني الآن منذ 2005 إلى الآن هناك قضايا عالقة، المناطق المتنازع عليها، قضية البيشبرغة، قضية النفط، الثروات، إدارة الثروات، صلاحيات الأقاليم، صلاحيات الحكومة المركزية على الإقليم. إلى الآن لم نعرف الدستور يقف مع من، كل طرف يدعي أن الدستور يقف معه، إذن هناك مشكلة في هذا الدستور. يعني كيف يمكن للدستور أن لا يعالج الأزمات بل يكون سببا في تفاقم الأزمات، في صناعة الأزمات، في صناعة الأزمات. يعني نحن خلال الفترة الماضية وحتى خلال فترة الاستفتاء، الاستفتاء الذي حصل في إقليم كردستان العراق، كان يعني مبررات الاستفتاء أنه الحكومة العراقية لم تنفذ مواد الدستورية الموجودة من مادة 140 وإلى آخره من المواد الأخرى، وهجوم الحكومة المركزية على أربيل كان بحجة أنها خرقت الدستور. يعني الطرفان لم يلتزما بالمعايير أو بالمواد الدستورية التي هم قاموا بصياغتها. إذا عرفنا أن الطرف السني قاطع صياغة الدستور، إذن الطرفان الشيعي والكردي الذين ساهم بتشكيل هذا الدستور لا أحد منهم مستعد أن يحترم هذا الدستور أو أن يقدر المواد المكتوبة فيه. وبالتالي هذا يعني أن ظروف كتابة هذا الدستور أو النوايا التي كانت للأطراف السياسية أثناء كتابة الدستور لم يكن لصياغة مشروع أو مسودة قانونية تقوم بحفظ وحماية كرامة المواطن العراقي، وأيضا بتنظيم السلطات بين السلطات الرسمية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأيضا يعني وضع الحقوق الرئيسية، وضع حقوق المواطنين الرئيسية في الدرجة الأساسية. ودائما نرى يعني كنوع من عدم احترام هذا الدستور، الدستور العراقي يقر بحقوق الإنسان ويجعله في مرتبة مقدسة، ولكن نرى انتهاكات لحقوق الإنسان. لماذا لا تحترمون المواد الدستورية التي أنتم قمتم بصياغتها أصلا؟ وبالتالي أنا أتوقع أنه
نظرة الأطراف السياسية للأسف منذ البداية لهذا الدستور لم يكن كنظرة رجال الدولة، يعني لم يكن بناء على نظرة وطنية لتأسيس مرحلة جديدة تقوم ببناء دولة وطنية قادرة على حماية المواطنين، التوفير الحد الأدنى من متطلباتهم، حماية السيادة، وضع حد التدخلات الخارجية. لا، بالعكس، كان الهدف الرئيسي هو تحقيق المصالح الحزبية والأجندة الشخصية وأيضا الخارجية. نحن يعني الجميع يدرك تماما أن الأطراف السياسية أغلبها يعني مرتبطة بأجندة خارجية، وبالتالي حتى هذا الأمر يعني انعكس سلبيا على كواليس كتابة الدستور. لماذا اليوم يطرح أو يتم طرح موضوع تعديل الدستور أو تغييره من قبل الكثير من السياسيين؟ لأنهم يشعرون أن هناك أزمة حقيقية في هذا الدستور. ولكن هل معالجة أو تعديل الدستور من قبل هؤلاء سوف يعالج المشكلة؟ هنا أيضا خلل آخر أو أزمة أخرى يواجهها المواطنين العراقيين، لأن هذه الأطراف المتحكمة التي صاغت الدستور 2005 هي إذا نفسها جاءت التغيير من نفس هذه الأطراف فإننا سنواجه نفس الأزمات، لأنها للأسف لا تتعامل مع هذا الدستور التي هي كتبها باحترام. فكيف الأطراف الخارجية والدول الخارجية تنظر للعراق كدولة محترمة وهي ترى أن الأحزاب السياسية يتعاملون بهذه الطريقة مع أهم وثيقة قانونية في البلاد؟ وبالتالي هذه الأمور للأسف يعطي انطباعا سلبيا. نعم. وأدخلت البلاد في أزمات، يعني أزمة إقليم وبغداد، أزمات أخرى كلها بسبب الدستور. إذن الدستور ما هو إلا مصدر للمشكلات للعراقيين وليس أداة للتنظيم وليس أداة لحفظ سيادة العراق، وهذا هو دستور الذي كتبه الاحتلال الأمريكي للأسف. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نتحول إلى القضية الثانية في هذه الحلقة نذهب إلى فاصل قصير، كونوا معنا. أما مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى القضية الثانية في هذه الحلقة وهي الضجة التي أعلنتها هيئة النزاهة الحالية في العراق في أوساط العراقيين بإعلانها صدور حكم بالحبس لوزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي وارتكابهم مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحدى الشركات العربية لتأهيل وصيانة محطة الدورة الحرارية. الذي أثار ضجة وسخط وسخرية بين أوساط الشعب العراقي هو أن عقوبة الحبس هذه جاءت بسيطة ومخففة مع وقف التنفيذ في الوقت الذي تصدر فيه عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام بحق أبرياء يفتقرون حتى إلى محاكمات عادلة. أستاذ حاتم، عفوا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، بالعودة إليك مرة أخرى دكتور حامد، ترى ما سبب هذه الازدواجية بالمعايير؟ كيف السياسيين يعترفون أمام شاشات التلفاز، أمام العالم أجمع، أمام شهود رؤوس الأشهاد بأنهم يتلقون رشاً ويتلقون ويتعاملون بالفساد، يسرقون أموال الشعب العراقي، يتقاسمون الكعكة، كل هذه المصطلحات التي هي عبارة عن مصطلحات سرقة علنية، لماذا القضاء في العراق يتعامل بازدواجية مع هؤلاء في حين هناك أبرياء في السجون يفتقرون حتى إلى محاكمات عادلة؟ هو غياب القانون، غياب الدولة، ما يسمى الدولة، لا توجد مؤسسات دولة، لا توجد يعني هيئات ولجان مستقلة حقيقية تمثل لا القضاء ولا القانون ولا فعلا مصالح الشعب العراقي. قلنا احنا يعني الحقيقة كل ما بني على باطل هو باطل، لذلك أنا يعني ما أستغرب، لأنه بدأت الحقيقة هذه الازدواجية ليست الآن، ليست وليدة اليوم والأمس، يعني هذه بدأت من أول حكومة مؤقتة شكلها إياد علاوي، ورجل يعرف حق المعرفة، يعني كان وزير الدفاع في حكومته سرق مليارات، ثم جاءت الحكومات المتتابعة المتتالية سرقات، يعني مثل ما يقولون يعني في وضح النهار
لا يوجد من يراقب ويحاسب، لا قانون ولا لجان نزاهة ولا لجان ولا هيئات مستقلة. لذلك هاي الازدواجية الحقيقة، لأنه كل مفاصل السلطة بيد مجموعة من المافيات الفاسدة، يعني باسم الديمقراطية، وهي كذبة كبرى الحقيقة. لا توجد لا ديمقراطية ولا انتخابات عادلة وحرة ونزيهة، وإنما هناك تقاسم توافق بدأ منذ، مثل ما أشرت أنا بالبداية، منذ مؤتمر لندن في نهاية عام 2002، ولغاية الآن العملية مستمرة بمباركة أمريكا وإيران والدول الغربية. وشوف أنت، هم يدعون أنه يريدون يحافظون على العراق ويدعمون وضع العراق وكذا. هذا العراق اللي بيه أهم شيء ركن أساسي للسيادة الوطنية هو الدستور وحقوق الإنسان والمؤسسات المستقلة للدولة، مؤسسات حقيقية لا توجد في العراق. لذلك حتى الحكومة، من شكل الحكومة؟ شكلتها يعني هذه الميليشيات الولائية، وإرادة أمريكية، إرادة غربية، إرادة إيرانية. لذلك هي بعيدة عن مصالح الشعب. الفساد هذا أصبح مستشري حقيقة، ولا يمكن حتى ولو اعترفوا به الآن. الاعتراف يأتي لغرض واحد مهم، هو مثل ما يقال ذر الرماد في العيون، امتصاص النقمة، حالة التذمر. الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ على أو بحق وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب، هذا الحكم ماذا يدل؟ ما دلالاته؟ هذه يدل على أن هناك يعني بين فترة وأخرى يبحثون عن كبش فداء ضعيف، ويمشوه للأمور بتزويق، بإخراج مسرحي أشبه بالمسرحيات والمشاهد الهوليودية. وهذه كلها أمريكا تعرف بها وبريطانيا تعرف بها، لأن الرجل أيضا هو مقيم في بريطانيا ويحمل الجنسية البريطانية. لا تلوح، ما يوصل لا القرار ولا القضاء ولا الانتربول ولا يحزنون. يعني مجرد أنه قلت أنا وأكد أنه هي مجرد إيجاد كبش فداء بين فترة وأخرى، إعلاميا يحققون مكاسب بها، يقولون للشعب العراقي أنه ها شوفوا إحنا يعني متابعين ملفات الفساد. ما هو ملفات الفساد الآن بدأت منذ سرقة أطنان من الذهب على يد الجنود والضباط الأمريكان والبريطانيين ومن لفهم، وأيضا سرقة ثروات العراق على يد الميليشيات الولائية. يعني هذه مئات المليارات. نفس رئيس الجمهورية برهم صالح قال هناك تسجيل لأرقام مذهلة، ويعني مثل ما يقال منظمات دولية تؤكد على أنه يزيد عن 350 مليار دولار سرقت من ثروات العراق منذ الاحتلال لغاية الآن. أين ذهبت هذه؟ أكيد ذهبت إلى مصارف أمريكية وبريطانية وغربية، يعرفون حق المعرفة من سرقها. وأنا على شاشتكم الموقرة أأكد أنه نسخة الفساد اللي موجودة في الغرب وبالتحديد في أمريكا وأيضا بمباركة إيران نقلت إلى العراق. هذا اللي الوضع الحالي، هذا وضع مستنسخ، ليس حد جديد. لأنه اللي الحقيقة الآن اللي يدير أمريكا ويدير الغرب هي مجاميع من المافيات الفاسدة الرأسمالية المتوحشة. لذلك ما سرقت أمريكا أيضا كبير جدا. يجب احنا أيضا قضية العراق، وهي أكد عليها، قضية العراق سوف تكون في معركتنا القادمة معركة قضائية لفعل المحاسبة. أولا الاحتلال. اسمح لي دكتور أن نشاهد سويا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير الذي يوضح كيف تسير الأمور في العراق، وكيف هي النزاهة، وكيف تجري السرقات في وضح النهار، بينما هناك ازدواجية في القضاء، الكثير من المسجونين بتهم بالمخبر السري، ولا تقام لهم محاكمات عادلة، في حين يفلت المسؤولون المعترفون بأنفسهم المعترفون على أنفسهم أمام الشهود بأنهم يسرقون ويأخذون الرشا ويتقاسمون الكعكة في دلالة على أموال العراقيين. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام.
هيئة النزاهة الحالية في العراق تثير ضجة في أوساط العراقيين بإعلانها صدور حكم بالحبس لوزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي وارتكابهم مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحدى الشركات العربية للتأهيل محطة الدورة الحرارية وصيانتها بهدف منفعة شخصية على حساب المال العام. المثير في الأمر أن عقوبة الحبس جاءت مخففة مع إيقاف التنفيذ وفرض غرامة قدرها 700 دولار فقط، وهي لا تتناسب أبداً مع حجم الفساد في العقد المبرم الذي تبلغ قيمته أكثر من 808 ملايين دولار لا يزال سارياً إلى الآن. في الوقت الذي تصدر فيه الأحكام المشددة والإعدام للأبرياء يصدر الحكم بالحبس البسيط مع إيقاف التنفيذ للفاسدين، إلا أن الأدهى والأمر والأكثر سخرية من ذلك أن النائب مشعان الجبوري الذي اعترف علانية وعلى رؤوس الأشهاد بالفساد وتلقي الرشا هو وجميع الطبقة السياسية أصبح عضوا في اللجنة المالية النيابية الجديدة. كل واحد مين عنده دور بالفساد؟ كلكم؟ جميعا. شلون؟ كنا هسه احنا بلجنه النزاهه نفتح ملفات يجون ينطون رشوه نسكرها مثلا. ما حد انت اخذت رشوه؟ اي والله. اما النائب احمد الجبوري ابو مازن صاحب السجل الجنائي الحافل بالجرائم والسرقات فقد اصبح عضوا في لجنه النزاهه، ومن هنا يصبح المثل العراقي حاميها حراميها هو الانسب لوصف ما يحدث في العراق. العراق الذي حل في المرتبة 57 بعد 100 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021 يعاني استشراءً في الفساد في جميع مفاصل الدولة ولا سيما الرقابية والقضائية منها، على حين عد مراقبون الأحكام الصادرة بحق وزير الكهرباء ومن معه بأنها مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين. إذن شاهدنا هذا التقرير، أتحول بالسؤال إليك استشهو، يا ترى هل تحولت العقوبة ضد المسؤولين، عقوبة المسؤولين تحولت إلى إغراء بدل أن تكون ردعاً؟ طبعا هذا النموذج للأسف، بداية نتحدث عن الازدواجية في تطبيق القوانين، القوانين عندما تكون مقدسة لدى المواطن عندما يطبق على الجميع، على الفقير والغني والمسؤول والمواطن العادي، أما حينما يكون هناك ازدواجية يعني عندما يقوم طفل بسبب حاجة في إلى سرقة علبة مناديل يتم عقوبته أكثر من عقوبة وزير قام باختلاس هكذا مبلغ يعني أكثر من 800 مليون دولار، هنا هل يشعر المواطن بأن عليه التقديس واحترام هذا القانون؟ طبعا لا، سوف يشعر بأنه عليه أن يتمرد على هذا القانون الذي يؤسس للا عدالة، يؤسس للفوضى، يؤسس للظلم، يبرر الظلم ويشرع الظلم. طبعا فلسفة القانون هو أن يكون أولا عقوبة للشخص المجرم، وثانيا يكون رسالة للآخرين بأن لا يرتكبوا هذه الجريمة، يعني أن يكون رادع للآخرين في المجتمع، هذه فلسفة القانون. يعني للأسف هذه تكرار هذه النماذج، مثلا هذا النموذج مع وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين آخرين يعطي رسالة سلبية، هذه مكافأة وإغراء لباقي المسؤولين، يعني الآن حتى المسؤول الذي لا يفكر بالفساد سيفكر بالفساد مستقبلا لأنه يشعر أن العقوبة ليست متساوية لحجم الضرر، يعني نحن سجن مع إيقاف التنفيذ إلى آخره، ليست عقوبة أصلا، يعني هذه مكافأة، يعني هذه مكافأة كبيرة لهذا الشخص الذي يعني ربح عشرات من الملايين ولكنه لم يعاقب بشيء ولا يتم استرداد الأموال المنهوبة أيضا. يجب أن يكون هناك طبعا يعني الجميع يعلم يعني حتى المبتدئ في القانون يجب أن يكون هناك تساوي بين حجم الضرر وبين نوعية العقوبة أيضا، يعني الآن الحجم الضرر كبير جدا ولكن العقوبة لا يوجد أصلا، لا يوجد فلسفة للعقوبة، لا يوجد فلسفة للقانون. وللأسف هنا أيضا نفتح بابا آخر وهو هل القضاء محايد؟ هل القضاء مستقل؟ هل القضاء مستفيد؟
يعني ايضا يعني المشكله نحن يعني الطبقه السياسيه الحاليه والاحزاب السياسيه الحاكمه يعني قاموا بإهانة كل المؤسسات وكل المقدسات. يعني نحن نتحدث عن الدستور الذي يجب أن يكون وثيقة محترمة لدى المواطنين، قاموا بإهانته بهذه الطريقة. نتحدث عن القضاء الآن، هنا في يصدر هذا الحكم وهناك يصدر أحكام بحق أبرياء يتم فرض عقوبات كبيرة عليهم، ولكن في المقابل يتم تبرئة مجرمين وأيضا يتم اتهام آخرين بالإرهاب وفجأة يتم السكوت عنهم ليتأكد للمواطن العراقي يتأكد أن الأحكام الصادرة تصدر وفقا للأهواء ورفقا للأجندات والمزاج السياسي. وللأسف القضاء يخرج ويقول لا تدخل القضاء في المناكفات السياسية. القضاء هو الذي يدخل بنفسه في هذه المناكفات. للأسف المشكلة أن الوطن هو الأمان، يعني المواطن عندما يشعر بالأمان يشعر بالانتماء لهذا الوطن. كيف لمواطن أن يشعر بالوطن وبوجود الوطن الذي يحتويه ولا يوجد قانون ينصفه؟ لماذا الجميع يحلم الآن بالهروب من العراق؟ يعني لماذا نرى أن هجرة الأدمغة في العراق من أكثر الحالات والنسب في مقارنة بدول العالم؟ لماذا أصحاب الإنجازات وأصحاب القدرات وأصحاب العقول يهربون؟ لماذا يبقى السارق ليسرق ويفسد ويشكل بيئة طاردة لكل شخص وطني؟ هذا الشعور يدل على أن شعور المواطنة أو شعور الانتماء لم يبقى في ظل هؤلاء. يعني أنت لديك دستور منتهج من قبل الجميع، لديك قضاء لا يصدر أحكام حيادية مستقلة. وأخطر شيء هو عندما يشعر المواطن بأن القضاء والقانون ليسوا محايدين وليسوا في جنب المظلومين بل في جنب الظالمين وأيضا لتبرير ظلمهم. هذه النقطة خطيرة جدا، وللأسف العراق وصل إليها. وما يؤكدها هذه الأحكام يعني للأسف يؤكد أن صرخة تشرين ورسالة تشرين لم تصل إلى السياسيين إلى الآن. يعني إلى الآن مصرون أن يستمروا في أخطائهم السابقة حتى لو تسبب ذلك إلى الإنهيار والفوضى. طيب دكتور حامد، كيف تنظر إلى موقف القضاء من عدم الموازنة بين جسامة الضرر ونوع العقوبة؟ عزيزي أخذها من تصريحات المسؤولين، يعني من زعماء الميليشيات وزعماء الكتل السياسية اللي تسمي نفسها هي قادة العملية السياسية. هم أنفسهم اعترفوا يعني بالأسماء، ممكن نذكر يعني هذا العامري وكل الكل قالوا أنه إحنا سيسنا القضاء، إحنا حرفنا بعض القرارات اللي اتخذها القضاء، إحنا تدخلنا بقرارات القضاء. يعني طبعا بهذه الصيغة لما هناك اعتراف صريح وواضح والكل يعترف أنه الفساد مستشري. يعني طبعا حتى أيضا أجيب لك مثال آخر، يعني محمود المشهداني يعني كان رئيس سابق لمجلس النواب والآن في الفترة الأخيرة أيضا عضو مجلس النواب وواحد من زعماء ما يسموهم سنة إيران أو سنة المالكي، أيضا اعترف قال إحنا جئنا لمعول تهديم للعراق بطريقة أو بأخرى، إحنا ردنا سلطة نطونا لعبة نسلى بيها وندمر البلد. يعني هو عملية، شوف أستاذ دكتور سمير، العملية لا يمكن فصلها عن عمل تدميري ممنهج. العراق تعرض إلى عملية تدمير ليس فقط في عملية الغزو، ما دخل الأمريكي بشكل مفاجئ، لا سبقها في العقوبات السابقة، الحصار الظالم على العراق، الحروب اللي يعني الحقيقة أقحم بها العراق، دخول القوات العراقية للكويت، هذه كلها كانت ممهدات لأن العراق يكون لقمة سائغة في أفواه هذا النظام الرأسمالي المتوحش اللي أكرر أمريكا وبريطانيا ومن لف لفهم. لذلك هذا الفساد يتلائم مع هذه العملية الممنهجة، عملية التدمير الممنهج. فلذلك جاءوا بأراذل القوم وضعوهم. من يتحكم بالقضاء؟ يتحكمون هم. يعني باحترامنا إلى هناك عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الوطنيين المهنيين النزيهين، لكن السلطة الفعلية يعني مقاليد السلطة بيد طبقة سياسية فاسدة بكل معنى الكلمة، بيد عملية بها محاصصة، بها فساد، بها مافيات فساد، بها منظمات جريمة يعني الحقيقة منظمة بشكل مدروس، وبها ميليشيات وبها إرهاب. هذه كلها الحقيقة العراق أقحم بها، حتى الإرهاب، حتى داعش والقاعدة والزرقاوي وكذا. هذه عملية يعني أنا أسميها بصراحة يعني مشاهد هوليودية خلقت في العراق وتم السيطرة عليها بطريقة أنه البلد يدمر
فالقضاء يعني سألوا وينستون تشرشل في فترة من الفترات سألوه قال له تقصف لندن من قبل القوات النازية، سألهم سؤال قال لهم كيف حال القضاء، قال له جيد مستقل وتربية التربية مستقلة وجيدة ماشية. إذن قال نحن في أمان. إذا هم هذه الطبقة السياسية منذ مجيئها لغاية الآن دمرت القضاء ودمرت التربية والتعليم، ماذا بقى من البلد؟ ولذلك بعد السرقات هذه اللي تم الحقيقة مثل ما ذكرت أنا مئات المليارات من الدولارات من ميزانية مع تدمير البنى التحتية مع استباحة العراق حدوده السيادة الوطنية، لا توجد دولة الآن بالعالم لم تتدخل وليس لها أطماع في العراق، حتى الدول التي لم تكن معروفة على الخارطة. لذلك أنا أقول هذه عملية ممنهجة، لو أرادت أمريكا وبريطانيا شيء آخر لكان سيطرت على الوضع. لماذا استباحت؟ لماذا فتحت الحدود؟ المنافذ الحدودية كلها مستباحة الآن، يعني 23 منفذ حدودي في كردستان غير شرعي غير رسمي. لذلك هذه لغاية الآن. لذلك أنا أقول علينا أن نعرف عدونا، عدونا الحقيقي، من جاء بهذه الطغمة الفاسدة؟ جاءت بها أمريكا وبريطانيا، وإسرائيل مستفيدة من العمل، وكل الدول الأخرى مستفيدة. لذلك علينا كشعب عراقي أن نستوعب بأن الآن المهمة صعبة جدا علينا، التخلص من كل الغزاة الذين جاءوا للعراق طمعا وبثروات وبموقع، وأيضا بطريقة بها تدمير ممنهج. الشعب العراقي استوعب هذه، لكن علينا أيضا أن نزيل الطبقة السياسية الفاسدة ثم نسترد الحياة الطبيعية. القضاء يتعدل لأنه موجود قضاء، موجود قوانين، موجودين قضاة شرفاء عراقيين، لكن ليسوا أصحاب القرار الحقيقي في القضاء. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن أنه هذه العملية، وأنا أضع أمامكم دكتور سمير نقطة مهمة جوهرية، أخشى ما أخشى حقيقة الآن بعد مرور 19 سنة أو أكثر بقليل أن يتحول العراق مثل فلسطين المحتلة، أن يحتل العراق بطريقة أيضا ممنهجة. الآن إسرائيل تلعب في كل الساحة، أمريكا مثل ما نعرف. ولذلك القضاء يجب أن يكون قضاء مهني وطني مستقل فعلا، ويبتعد عن مآرب ومؤامرات الغزاة أولا، ومن ثم الطبقة السياسية الفاسدة التي جاء بها منذ العام 2003. شكرا لوجودكم معنا الدكتور حامد أصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم. وشكر موصول أيضا إلى الأستاذ النقيب المحامين العراقيين السابق الأستاذ ضياء السعدي، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو أستاذ شهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام، أو قبل الختام، نتساءل يا ترى إلى متى يظل حاميها حراميها في العراق؟ وإلكم الله يا العراقيين.